الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بالصفح وقبول الاعتذار، ووعدهم عفوه وحسن عاقبة الدار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله علمنا ثقافة الصفح وقبول الاعتذار. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه أمين. وعلى آله وصحبه ما دام ليل أو نهار. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الله تعالى يدعو المسلمين جميعا إلى التخلق بخلق القرآن، كما دعا رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم إلى العفو والرحمة بمن خرجوا على طاعته، حيث قال تعالى مبينا لحبيبه محمد في حق الذين خالفوه وخرجوا عن نهجه وحاربوه وقاتلوه، ماذا قال الله له؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كما ينصح الله كل مسلم بأن يقتدي برسوله الكريم في التخلق بخلق العفو، ويعتقد أن العفو عند المقدورة من الفضائل الكريمة التي تدل على نبل صاحبها وسماحته، وعلى أصالة معدنه وطيب سجاياه. وهذا الخلق الكريم لا يبدأ من فراغ، وإنما ينبع من القلوب الطاهرة النقية التي جبلت على الكرم والإحسان. ولنا في الرسول صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة في هذا المضمار. فبعد أن فتح الله عليه مكة، وأصبح الذين آذوه بالأمس واضطهدوه ومكروا به وأخرجوه، أصبحوا في قبضة يده وفي وسعه وقدرته أن ينزل بهم من العقاب ما يشاء، إلا أنه صلى الله عليه وسلم واجههم بنفسه السمحة وبعفوه الشامل، فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ لما وقف في مكة وكلهم يقفون، أهل مكة الذين آذوه وأخرجوه وأطردوه وعذبوه وشتموه وسبوه، قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فما أحوجنا أيها المؤمنون، ما أحوجنا اليوم في زماننا هذا، ما أحوجنا إلى ثقافة الاعتذار وإشاعة روح التسامح والعفو والرحمة في مجتمعاتنا وأسرنا ومؤسساتنا، لتقوى علاقات المودة بيننا ونحمي مجتمعاتنا من كثير من المشكلات ومن الكثير من الأزمات التي تصدرها نفوس مشحونة بالغضب والرغبة في الانتقام، والله المستعان. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض يا رب، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض يا رب، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض يا رب، ولك الحمد أنت الحق يا لا رب. إله إلا أنت يا سبحانك رب. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أمين. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم أمين. وبارك على سيدنا
في العالمين إنك حميد مجيد. يا رب يا الله يا رب يا الله يا يا الله يا رب يا عليم يا حكيم يا رب يا قريب يا مجيب يا رب يا رحيم يا ودود يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا رب اغفر لنا ذنوبنا طهر لنا قلوبنا حصن لنا فروجنا اشرح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا بارك لنا فيما أعطيتنا أعذنا من شر الفتن ما أحييتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين. اللهم من أراد بلادنا وأمننا بسوء اللهم فأشغله بنفسه. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين. اللهم اجعلها حائزة على الخيرات سالمة من الآفات. ونسألك يا ربنا أن تديم على بلادنا الرخاء والأمن والأمان حتى تبقى تونس متألقة على الدوام. واحفظنا وبلادنا من الفتن والمحن ومن الزلازل والفيضانات ومن تقلب الدهر والتطرف والإرهاب والشرر. يا صاحب الفضل والكرم اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم أهلك أعداءنا. اللهم لا نخيب فيك رجاءنا. اللهم أمن المسلمين الأبرياء في العراق وسوريا واليمن وليبيا وفي كل بلد تعبد فيه يا رحيم. أمنهم من القتل والدمار ومن الجوع والخوف يا لطيفا بالعباد. يا رب العباد يا سميع الدعوات يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا رفيع الدرجات يا غافر الزلات. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث النافع المبارك العميد ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر الله ونتوب إليه. يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. أمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا وارحمنا. أمين. وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك. أمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعطنا سبلنا واقض حوائجنا ولا تمنعنا الإجابة وتكرم علينا بالإجابة فأنت سبحانك الذي وعدت وأنت خير من أوفى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. أمين. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.